لم نشاهد منها كثيرا خلال هذا الشوط، الشوط الأول، ونحن الآن في الشوط الثاني لم نشاهد منها الكثير. والشوط الأول كان معظمه ليدنيلسون اللاعب اللي تميز في هذا في ذلك الشوط، وقدم مستوى كبير جعل المنتخب البرازيلي يتفوق بأربعة أهداف مقابل لا شيء على منتخب بيرو اللي يعتبر الكثيرون هو واحد من مفاجآت هذه البطولة. وبيرو عموما أفضل مرحلة وأفضل فترة في تاريخ كرة القدم في بيرو كان عام 78، رغم أن بيرو لم تذهب بعيدا في مونديال 78، ولكن قدمت فريقا كبيرا. وفي ذلك العام اصطدمت بيرو بالبرازيل في الدور الثاني وخسرت حين ذاك من البرازيل بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. وبيرو في 78 قدمت لاعبا كبيرا يسمى كوبيلاس، وجاء ثانيا في قائمة الهدافين في مونديال 78 بعد المهاجم الشهير الأرجنتيني ماريو كامبس، كامبس الذي أهدى الأرجنتين أول بطولة كأس عالم في تاريخها، كان عام 78 يوم أن استضافت الأرجنتين بطولة كأس العالم وفازت بها. وكوبيلاس كان واحد من الأسماء الكبيرة في منتخب بيرو. كافو، هذا كافو صاحب التمريرة الرائعة لليوناردو. روماريو الهدف الخامس، والتمريرة رائعة كانت من رونالدو. البرازيل تنتقل مبكرا الى لاباز لتواجه بوليفيا في المباراة النهائية. اذا خمسة اهداف، الهدف الثالث لروماريو والهدف الخامس للمنتخب البرازيلي خلال هذا اللقاء، والثالث لروماريو في هذه البطولة. شوف روماريو والتسديدة فيها ذكاء كبير من روماريو، المهاجم الخطر فعلا هذا روماريو. هدفين لروماريو في هذه المباراة، خمسة اهداف للبرازيل مقابل لا شيء لمنتخب بيرو، والنتيجة قوية. لصالح منتخب بلاكيوس يسدد، النتيجة قوية لصالح المنتخب البرازيلي. هذا بلاكيوس هو صاحب التسديدات وصاحب المحاولات القوية. شوف رونالدو الى روماريو، الخفة و السهولة الحلوة في التمريرات البرازيلية تجعل البرازيليين دائما في المقدمة. في فاول لصالح منتخب بيرو، النتيجة قاسية فعلا، خمسة اهداف. وعموما خمسة اهداف للبرازيل كانت في اول مباراة تلعبها، كان ضد كوستاريكا، والمباراة انتهت في ذلك الوقت بخمسة اهداف مقابل لا شيء. والآن خمسة أهداف ونحن في بداية الشوط الثاني للمنتخب البرازيلي. وهيدالغو، إلى خارج الملعب. بلاكيوس اللي سدد، بلاكيوس هو صاحب التسديدات، وبلاكيوس يلعب في بيوبيلا المكسيكي، وكان لاعبا سابقا في سبورتينج كريستال في بيرو، انتقل الى بيوبيلا المكسيكي هذا العام. روماريو مرة اخرى يدخل ويتوغل والطول على الكرة وتصبح الى خارج الملعب، الى خارج الملعب.
هيدالغو. النتيجة قوية واكتساح يعتبر في الدور نصف النهائي. البرازيل إذن مبكرا نقولها ستواجه بوليفيا في اللقاء النهائي يوم الأحد القادم في العاصمة التي يعشقها البوليفيون لاباز، ومن الصعب أن يهزموا في لاباز، ولكن البرازيليين بزاغالو وروماريو وليوناردو سيكون لهم كلام آخر. أعتقد هذا رونالدو يقود هجمة، والقائم يقف أمام رونالدو ليتساوى مع هرنانديز المكسيكي في قائمة هدافي هذه البطولة. واللعبة في اعتقاد لاعبي بيرو انها تسلل، رونالدو يسدد ولكن القائم يصد هذه اللعبة، واللعبة خطرة وهجمة خطرة كانت للمنتخب البرازيلي. مرة أخرى يا دولانتو، المنتخب البرازيلي بلاكيوس ومحاولات بلاكيوس هو الأبرز اليوم في هذا اللقاء. بلاكيوس، دونغا، روماريو إلى ليوناردو، ومع كافو أيضا إلى كافو، هذا كافو والطول منه وتصبح رمي التماس للمنتخب البرازيلي من هيدالغو. كافو اللي راح يلعب الكرة، وكافو بالمناسبة هو كان قد وقع عقدا قبل اسبوع من الان ينتقل بموجبه الى ايطاليا ليلعب الى روما لمدة 3 سنوات مقابل 7 ملايين دولار ليلعب بجانب رفيقه ألجير في روما الإيطالي. وروما من ضمن 3 أندية هي ديبورتيفو لاكورونا وباريس سان جيرمان وليون، كانت تتفاوض مع كافو وروما فاز. هذه اللعبة الإعادة كانت لرونالدو والهجمة الخطرة اللي ضاعت. دونغا، عشر دقائق على بداية الشوط الثاني، 5 أهداف للمنتخب البرازيلي مقابل لا شيء في هذا اللقاء في الدور نصف النهائي. البرازيل مع بيرو، والفائز سيكون متواجدا يوم الأحد القادم ليقابل بوليفيا، والبرازيل هو من سيكون ذلك الفريق. كافو يلعب، كافو وشالها المدافع مرة أخرى، ليوناردو، الهدف السادس. البرازيل 6 أهداف وليوناردو صاحب الهدف السادس، هدفين لليوناردو، هدفين لروماريو، والمزيد من الأهداف نشاهدها مع البرازيليين. شوف تعود مرة أخرى إلى ليوناردو المتهيئ لهذه الكرة، واللعبة كانت أيضا من كافو الظهير الأيمن للمنتخب البرازيلي. ليوناردو إذن يضيف الهدف الثاني له في هذه المباراة والثالث له في هذه البطولة والسادس للمنتخب البرازيلي. وليوناردو اللي مثل ما ذكرت
يلعب في باريس سان جيرمان. أول مباراة رسمية له كانت ضد تشيلي عام 90 وانتهت بالتعادل بدون أهداف. وليوناردو في كأس العالم الأخيرة طرد في المباراة الشهيرة بين الولايات المتحدة والبرازيل يوم أن تعمد الخشونة مع راموس لاعب المنتخب الأمريكي. ومع باريس سان جيرمان ليوناردو خسر هذا الموسم بطولة الأندية الأوروبية أبطال الكؤوس من برشلونة وبقيادة رونالدو. شوف اللعبة لما عادت إلى ليوناردو والمرمى خالي في تغيير في صفوف المنتخب المنتخب بيرو. إذن في تغيير في صفوف منتخب بيرو ثلاث تغييرات مرة واحدة. بلاتيوس يخرج ويدخل بدلا من اللاعب رقم 18 سينيز وفرادو. ورينا يخرج ايضا ويدخل فرادو وسينيز واللاعب رقم 20 الا هو بالومينو. ثلاث تغييرات مرة واحدة. هذا بالومينو ثلاث تغييرات في صفوف منتخب بيرو. سينيز رقم 18 ايضا في فاول ضد اللاعب رقم 9 كورينجيز ولصالح جينيلسون. وتغيير ايضا في صفوف المنتخب البرازيلي. يخرج كابتن الفريق دونغا ويدخل بدلا من ماريو سيلفا. ويخرج رونالدو ايضا ويدخل بدلا من ادميندو. ماريو سيلفا رونالدو ودونغا الى خارج الملعب ودخول لاعبين اثنين في صفوف المنتخب البرازيلي. دونغا يدخل بدلا من ماريو سيلفا او دونغا يدخل بدلا من ادميندو. اذا ادميندو بدلا من دونغا.